67 سنة من العطاء، 67 سنة من المجد الكروي. الرجاء التي رأت النور من درب السلطان في مارس من 1949 لا زالت تصول وتجول لتمتع وتبدع مع توالي السنين. تاريخنا فخر وحكاياتنا تتوارثها الأجيال، فكيف كان حال الرجاء في الماضي الجميل؟ وكما نعلم جميعا فمن ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل. حكاية على لسان ابن الدار الوفي الحاج محمد رحيمي، أو كما يحلو للعشاق مناداته يوعي. فلنستمتع ببضع دقائق تعرفنا بنادينا العريق بصوت الشخص الأقدم بالقلعة الخضراء. الرحمن الرحيم، وخاما نعاودكم على التاريخ كله كاين الناس اللي قبل مني، ولكني نعاود لكم على الملخصات. نعاود لكم التاريخ ديال الرجاء من ناحيه الملعب، من ناحيه الملعب. هذيك الساعه في الستينات كان القرياج والتراب هنا والمسائل، وهادشي اللي كان بكري، وتبدلوا بزاف ديال الحوايج ديال التيران، من ناحيه الغازو، من ناحيه التسيير، من ناحيه لي فيستيار، من ناحيه العقليه، من ناحيه كل شيء. الرجاء هذيك الساعه ما كانتش المشاركات في الستينات وداك الشيء، كانت يلا كاس لاكوب دي ترون، لاكوب كاس العرس والشامبيونا في الستينات وداك الشيء. والرجاء من الديبار ديالها حتى السبعينات ما كان الجمهور ديالها عشاق كيتمتع. الرجاء تقريبا من 15 عام ولا 20 عام ما ردت شي حاجه حتى السبعينات. كانت الناس كتعشق الرجاء، كتمتعها طريقة اللعب. الرجاء سماه بوكا جونيور، سيلتيك دو غلاسكو، الشياطين الخضر، كاع شي سمات الرجاء في الستينات حتى السبعينات. السبعينات عاد دا التيتر الاول في 73-74 ديال الماس مع الماس، ومن ثم بدات الالقاب، وبدات الرجاء كتبان على الصعيد الافريقي وحتى الصعيد العالمي. الناس ولاو كيعرفوا الرجاء من المشاركات ديال الكؤوس الافريقيه، بدات الرجاء كتبان على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني. من اللمسات ديالها الفنيه واللاعبين اللي دازوا، وكان بيتشو دولمي بتي عمر، غنقول لك اللعابه كاين اللي غادي يسمعني ويقول لك كاين بنيني، حمام، سعيد غاندي، عليوات، موسى الله يرحمه، حميد، كان من احسن اللاعبين في المغرب. ما كاينش مشاكل، كانت اللعابه هذيك الساعه ما عندوش مشكل، كيمتعوا الناس. الناس كي الطرب كنسموا الرجاء، الايكيب ديال الطرب بلا القاب. هذاك الاجواء ديالو بوحدو حقيقه. هنا ربحنا بواحد الزيرو ومشينا ليه. كان اجواء اخرى وكان مسائل اخرى بلا ما نذكروها. والرجاء تكرفصات، ولكن كانوا رجال تقاتلوا باش جابوا التيتر. كان اجواء اخرى، كانوا لعابه ديال 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 هذوك المقابلات وديال هذوك ديال هذوك الاجواء. اول لقب افريقيا، اول لقب بدات هي عيل كاليفيكاسيون باش تكاليف مع هذاك لاكوب افريقيا. راه لعبتي مع فرق كبار بحال الكاميرون، الكونغو، فرقي كبار باش تكاليف. ثم افريقيا خصك تكون خصك الا لعبتي الالي عندك كتعرف راسك غادي تخسر ليه، خصك تلعب الروتو الالي تما والروتور عندك. ملي كتمشي لعندهم كيديروا كل اللي بغاو، مع التحكيم، مع ما كاينش تيليفزيون، ما والو، كيديروا كما اللي بغاو. خصك تربح هنا، تسوقر هنا، تربح هنا بدوك جوج ثلاثه كتمشي مرتاح. من ناحيه التحكيم، من ناحيه الارضيه الملاعب، من ناحيه الجمهور كيدخل على القتال داخل. ثم الرجاء، ماشي الرجاء افريقيا، في الدول الافريقيه والدول حتى الدول
العالميه بداو كيعرفوا الرجاء شكون هي، والرجاء بداو كيضربوا لها الحسابات ديالها في الدول العربيه، وخصوصا في بحال مصر بحال تونس بحال الجزائر، ولات الرجاء على الصعيد الوطني على الصعيد العالمي بانت. الفرق ديال بشحال هادي ودابا كاين مسائل اخرى من ناحيه الموان، كاين المسائل الموان عندك، كان بكري كيرحلوا كنديروا الرحلات على الطوموبيلات، دابا ولا الكيران الراجا عندها الكار عندها التيران ديالها عندها بزاف ديال الحوايج توفرت. أوا كان نحكي لك هاي نقول لك الأولى والختام، أحسن ذكرى عندي هي لكوب دافريك في جنوب أفريقيا، اللي نازير غادي بالكرة وأنا تابعه بونتوش، ملي ماركا أنا طحت، معروف هاد اللقطة. وأحسن ذكريات عندي هي لكوب دي مون ديال لي كلوب، والدخلة ديال سيدنا اللي كنت كنتمناها في حياتي هي احسن ذكرى. حتى واحد ما يقدر يوصف لك كيفاش كانت اللقطه ديالي مع سيدنا الله ينصرو، وكلمني على الرجاء، الرجاء والظروف ديالها والمسائل ديالها. كان شي حوايج اللي دخلت معاهم عليهم الله ينصرو والله يشافيه، راك الله ينصرو ويخلي لهاد البلاد. جمهور ديال الرجاء عشاق الرجاء، جمهور ديال الرجاء خصك تربيه، وجمهور ديال الرجاء كبير وكيبغي فرقته، ورغمان على المشاكل والمسائل ما كيفوتش الفرقه ديالو وديما في جنبها. وكنتمناو للرجاء عيد سعيد، والجمهور ديال الرجاء حتى هو عيد سعيد. و 67 عام ديال الرجاء دوزت فيها اكثر من نص سنه في الرجاء، وانا ولد الرجاء وسنبقى ديما ولد الرجاء وديما رجاء ان شاء الله. ونتمنوا لها دائما البطولات ومشاركه في الكؤوس الافريقيه والعالميه ان شاء الله.